مثل هذا اليوم شهد يوم 14 من ديسمبر العديد من الأحداث والمناسبات الهامة. ففي مثل هذا اليوم عام 1799 توفي جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة، وكان أحد الآباء المؤسسين الذين قادوا مساعي الانفصال عن بريطانيا، كما أنه ترأس الاتفاقية التي صاغت الدستور الأمريكي. وفي 14 من ديسمبر عام 1911 سجل المستكشف النرويجي روال أمنسن وأربعة من زملائه أول وصول للبشر إلى القطب الجنوبي، وكان أمنسن أحد القادة الرئيسيين لاستكشاف القطب الجنوبي. أما في عام 1950 فقد شهد يوم 14 من ديسمبر تأسيس مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشائها، وكان الهدف من إنشاء المفوضية توفير المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين وحل مشكلاتهم في مختلف أنحاء العالم. وفي عام 2003 كان يوم 14 من ديسمبر شاهداً على نجاة الرئيس الباكستاني حينها برويز مشرف من محاولة اغتيال كانت الثالثة أثناء توليه السلطة.